مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في كل مكان. يمثل رئيس الوزراء الإسرائيلي المتطرف بنيامين نتنياهو عقبة رئيسية أمام التوصل لاتفاق بوقف إطلاق النار وسبل إنجاز صفقة لتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، وذلك بعرقلته لكل الجهود التي يبذلها الوسطاء من أجل التوصل لاتفاق من خلال عدم منحه الوفد الإسرائيلي المفاوض الصلاحيات اللازمة لإنجاز الاتفاق، أو بالتراجع عن بعض الأفكار التي يوافق عليها قبل أن يتراجع ويرفض في اجتماعات الكابينت قبل أن تطبق. المتابع للشأن الداخلي الإسرائيلي يعرف أسباب عرقلة نتنياهو لأي اتفاق بشأن غزة أو وقف التصعيد في الإقليم، وهو خوف رئيس حكومة المتطرفين من المحاكمة بسبب إخفاقه بشكل كامل في منع أحداث 7 أكتوبر الماضي، فضلا عن تورطه في قضايا فساد. بدأت أولى جلسات محاكمة نتنياهو في يناير عام 2020، ويواجه اتهامات في 3 قضايا منفصلة. أولها القضية رقم 1000 المتورط فيها نتنياهو، وهي الاحتيال وخيانة الأمانة فيما يتعلق بمزاعم تلقيه هدايا مثل السيجار والشامبين من رجال أعمال في الخارج. أما القضية الثانية والتي تحمل الرقم 2000، فهو متهم أيضا بالاحتيال وخيانة الأمانة، كما أنه اتهم بالسعي للحصول على تغطية إيجابية في إحدى أكبر الصحف الإسرائيلية مقابل الحد من الحديث عن أحد المنافسين الرئيسيين في ذات الصحيفة. تحمل القضية الثالثة المتورط فيها نتنياهو رقم 4000، وهي الأكثر خطورة من بين كل القضايا المتهم فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي. اتهم في هذه القضية بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة بزعم تقديم فوائد تنظيمية تعادل أكثر من 250 مليون دولار في ذلك الوقت لصديقه شاول ألوفيتش، والذي كان المساهم المسيطر في شركة الاتصالات السلكية واللاسلكية المعنونة ببيزيك، وضمن ألوفيتش تغطية إيجابية لرئيس الوزراء الإسرائيلي في موقع إخباري على الإنترنت يملكه ويسمى ولا. يعمل نتنياهو على إطالة أمد الحرب الراهنة على غزة كي يتهرب من استئناف محاكمته، مستفيدا من قرار وزارة العدل في حكومته والتي أعلنت حالة الطوارئ في البلاد منذ ديسمبر الماضي، بالإضافة لرفض عدد كبير من المسؤولين الإسرائيليين استئناف محاكمة نتنياهو في ظل الحرب الدائرة على قطاع غزة، وهو ما يشجعه على المضي قدما في عرقلة أي صفقة لتبادل الأسرى ووقف العدوان على قطاع غزة، والهدف هو ألا يعاد محاكمته حال التوصل لاتفاق كامل لوقف الحرب. يعد رئيس الوزراء الإسرائيلي مجرم حرب، وهو أحد أبرز رؤساء حكومات إسرائيل قتلا تشريدا للمدنيين الفلسطينيين سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة. فقد شن نتنياهو خلال رئاسته للحكومة الإسرائيلية 4 حروب على الفلسطينيين في القطاع بذريعة القضاء على حكم الفصائل الفلسطينية. جمهورية مصر العربية أعربت في بيان صادر عن وزارة الخارجية عن رفضها التام للتصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي، والتي حاول من خلالها الزج باسم مصر من أجل تشتيت انتباه الرأي العام الإسرائيلي وعرقلة التوصل لصفقة لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والمحتجزين وعرقلة جهود الوساطة. كما أدانت أيضا الرئاسة الفلسطينية التصريحات التي أطلقها بنيامين نتنياهو، وأكدت تقديرها الكبير للدور المصري الرافض للتهجير تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، مؤكدين أن الحدود الفلسطينية المصرية هي حدود سياسية وسيادية، ورافضين وجود أي قوات إسرائيلية على محور فيلادلفيا أو معبر رفح. كما أكدت أيضا وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية رفضها تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي حول محور فيلادلفيا، مشيرة أنها لا أساس لها، تستهدف عرقلة جهود الوساطة التي تقوم بها كل من مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية. كما أعربت دولة قطر عن تضامنها التام مع جمهورية مصر العربية ورفضها لتصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي التي حاول من خلالها الزج باسم مصر لتشتيت الرأي العام الإسرائيلي وعرقلة جهود الوساطة المشتركة الرامية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الرهائن والمحتجزين. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نكون وصلنا لنهاية هذه التغطية. بشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.